والشرك أخفى من ده كله بيخش في قلوب الأمة. الصحابة سادات الموحدين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه قال الرياء. أخوف حاجة قال بخاف على الصحابة الشرك الأصغر. وانتبه أصغر ده ما معناته صغير من باقي الكبائر، لا لا لا، الشرك وإن كان أصغر فهو أكبر من الذنوب وإن كانت أكبر. قال ابن مسعود رضي الله عنه لئن أحلف بالله كاذبا يمين غموس أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأنه ده الشرك ولو كان أصغر لكن أكبر من الكبائر، أكبر من اليمين الغموس. الرياء إذا ما وقعت في الأكبر بخش لك الرياء، والرياء أخطر ذنب من الشرك الأصغر لأنه ينسف العمل الصالح الذي يصاحبه. قال الحافظ رحمه الله والرياء من الرؤية وهو أن يفعل العمل عبد العبادة لطلب رؤية الناس فيحمدون صاحبها. قال رحمه الله والفرق بين الرياء والسمعة أن السمعة تكون فيما يسمع من العبادات كذكر الله وقراءة القرآن والوعظ والإرشاد، والرياء يكون في الأفعال كالصلاة والصيام وغيرها من الأفعال من العبادة. وإذا صاحب عملك رياء ولم تجاهده أو تحاربه فإن عملك باطل. قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك فسماه الله شركا، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك رواية تركته وشركه. فالرياء خطير جدا، أخوف ما يخافه رسول الله على الصحابة. يبقى الشرك فيه وبيخش عليكم انتوا الموحدين ذاكم، بيخش كان أصغر كان أكبر. عشان كده جماعة الدعوة دي الزول ما بيثبت فيها وينال العلم والحظ الأوفر من إيصال الخير والتوحيد إلى العباد إلا إذا كان مخلصا. ممكن تكون فصيح، ممكن تكون بليغ، ممكن تتكلم تودي الناس كده وتجيبهم كده، لكن إذا دخل لك رياء أعرف إن أنت شغال ساكت، وأعرف إنه مصيرك إلى النار، وأول ما تسعر بهم جهنم. حافظ لكتاب الله، ما عبد قبة، حافظ لكتاب الله وعالم بالدين ومجاهد ومنفق، ولكن كل منهم رأوا ولم يخلص. يبقى الخلاصة الله ما داير منك عمل كثير ولا علم كثير بقدر ما إنه ربنا داير منك إخلاص كامل. قال تعالى فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وما شرط تكون خطيب تبكي الناس أو تعجبهم كلامك، ما شرط، ولا شرط تكون حافظ كثير، ما شرط، لكن الشرط الذي لا يتنازل عنه أن تحسن فيما عملت وفيما قلت وفيما اعتقدت ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل أخلصه وأصوبه. انتبهوا للحتة دي يا إخوان. مرة صحابية كما جاء في الرواية كانت تقوم المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، تقش بس ولا في ناس بيعرفوها كثير. النبي عليه الصلاة والسلام فقد يوم، وين؟ قالوا ماتت يا رسول الله. قال هلا أذنتموني؟ لما كلمتموني؟ قالوا ماتت بالليل فكرهنا أن نوقظك يا رسول الله. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال دلوني على قبرها، فذهب إليه وصلى عليها عند قبرها وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها وإن الله منورها لهم بصلاة عليهم وإن الله قد بنى لها قصرا في الجنة. ما فزوا بيعرفها ولا خطابة ولا ولا ولا، لكن إخلاص عمل بتقش الجامع بس ما فزوا. خلاص بنى الله لها قصرا في الجنة. ومن هنا نستفيد أيها الإخوة إن الدعوة أول حاجة تخلص فيها تعالج نفسك، تصفي نفسك من الرياء، من السمعة، من أي شيء. تعالج نفسك، دي أهم نقطة يا إخوان. عالجت نفسك اشتغل لله وأصدق مع الله، لأنه يا جماعة كلنا بندخل القبور والله ما في زول حيدخل معاك جوا. لو الناس دي كلها صفقوا لك وكبروا لك وهللوا لك ما في زول بيحميك من عقاب الله في القبر إلا إخلاص العمل لله. فدي أول نقطة نصفي فيها قلوبنا من أدران الشرك والرياء.